لما هضرت يوم امس فاس وهضرت على الثروه ديال السي اخنوش دغيا تيجري شي اتصالات عبر هذاك الناس ديالو ايوا شنو غيكون الرد وشنو ويبعدوا مني. حنا كنا مبعدين منك السي اخنوش، كنا تنحترموك السي اخنوش رغم لان هذه تربيتنا. ولكن من يستفيد من الدعم ديال المواد الاساسيه؟ شكون اللي تياخذ فلوس البوطاكاز واللي تياخذوا المصالح؟ كيفاش يكونوا هذوك عندهم اللي تقربوا مصلحه من المصالح بالدوله المغربيه؟ ما خصوش يكون بالعود، ما يمكنش 13 مليار ديال الدرهم غير في البوطاكاز. الناس سيفرضوا باش الدعم للفقراء ما يتعطاش. هذا السي اخنوش فرضوا على رئيس الحكومه، ما تعطيش الدعم للفقراء، هادو ضد فقراء هذا الوطن، والفقراء راه 30 مليون فقير، راه ماشي جوج ولا ثلاثه ولا 10. لان غالبيه الشعب المغربي ما عرفش باش عايش، ما عرفش، هما راه تيفطروا ب 2000 درهم ويتغداو ب 5000 ويتعشاو ب 10000، لان فيها اضافات تتكون هذا